هانتوما البنات، جبدوا اللي وصلنا معاكم. ها هي، هذا القدام ديالها باللور، هادو هما الكميمات اللي فصلنا. هانتوما الشكل ديالها، وبطبيعة الحال غادي نخيطها وغادي نوريكم حتى الطريقة ديال الخياطة كيفاش تخيطوها. بالنسبة للخياطة غادي نخيطها غير بهاد القطن، هاد القطن وهاد السفيفة اللي شفتو هنايا، وهاد غنحتاجو لهاد الخيط. يعني صافي، هذا هو الشكل النهائي ديالها. بسم الله، هذه واحد جبادور غادي نخيطوها لواحد الدري عنده تقريبا شي 9 سنين، وغادي نبداوها. هاني طرسيت بعدا باش ما نطولش عليكم، طرسيت القدام. ها هو غادي نقطعو، كشتي القدام شحال عبارات؟ العبارات هنايا تنديرو 6 سنتيمتر، وهنايا 14، وكنهبطو هنايا ب6، وكنديرو التقويره، وكناخدو العرض اللي بغينا، وكنطراسيو. انا درت لكم غير بالاختصار باش ما نطولش عليكم. انا غادي نقطع جبادور ديالي، الولد غير صغير ما غاديش وقليول وقليول ماشي داك سميتو، غادي نديرو حساب سميتو. كنشوفك ديما كتزيدي بسنتيم على حساب الخياطة. هي ديما واخا كاع كنقطع تندير على حساب الخياطة. هذا القدام ديال جبادور، ماشي مليح. هذا توب ديال الجلابة شاطلينا، وقلنا علاش لا ما نضيعوهش، وغادي نديرو بيه نستغلو نديرو جبادور لوليد صغير. الجلابه غنشاركها معكم اللي صايبنا من قبل، ولكن هادو راه جوج طروفه القداميين. ها نتوما كتشوفوا، ها هو القدام، هادو اللي كيكونوا القدام، هادي راه جبادور، ها هو الاول، ها هو الثاني. تنديرهم على جوج عاد كنتخاصيو. ها نتوما كنديرهم على جوج وكنطراسيو. ها نتوما دابا غادي يبانوا لكم، وتنطراسيو عاد كنقطعو. هذا القدام، ها نتوما غادي ندير لكم هكا باش تفهموا شنو كندير. ها نتوما غادي نقص نقطع، ها هو القدام ديال هادي، ها نتوما جاي هاديك شتيها. هانتوما شتي، ها هي القدام ديالها ديال جبادور ديال الوليد عنده 9 سنين. وراه نوريكم السلعه اللي شرينا ليها وبشحال شريناها، يعني وغنقولوا لكم تقريبا جبادور شحال طلعت علينا. بالنسبه لهاد جبادور احتاجينا ليها غير الخيط وهاد السفيفه اللي شفتو بحال هكا. ما غنديروا لا عقد لا حتى حاجه، يعني غتكون سامبل. وتقريبا هاد الشيء كله راه ما تقامش علينا حتى بشحال ماما. هذيك تقريبا 300 درهم ديال 15 درهم، يعني 15 درهم ديال السلعه. والثوب الا كان عندك ديال الجلابه شاط عليك، يعني بزاف منا كان العيالات كيصيفطوا كيفصلوا ليا من ديك الجلابه، وديك انا غادي نخدم بها. وهاد الجلابه اللي كنصايبات ماما شاط لها هاد القطن، يعني غادي تصايب به سمتو، يعني ما كطلعش عليك غاليه، خصوصا الا كانت عندك القوام ديال جلابه واحده اخرى وشاط لك الثوب. يعني استغلوها صايبوا بها هكا جبادورات الوليدات، كنحتاجوهم في ليله 27، كنحتاجوهم في الاعياد، عيد الصغير عيد الكبير، كنستغلوهم صراحه. دابا هنا كيف ما شفتوا معانا، هنا فصلنا القدام، دابا غادي نفصلوا اللور. نشد الثوب ديالي، داك الطرف اللي عندي اللي شاط غادي نديرو على جوج. ها هي، ها على جوج. دابا غنفصلوا الظهر، غادي نفصلوا الظهر، ما نتعذبوا معاه ما نعبروه ما حتى شي حاجه. نشدوا القدام ديالنا، جري معاك، نشدوا داك القدام اللي فصلنا غادي نحطوه على الثوب. من بعد ما غادي نديروا الظهر على جوج، كيكون مسدود من هنايا، ماشي بحال القدام، هنا مسدود. هذا النص ديال الظهر، هذا مسدود، ها هو غادي نديرو عليه هذا غير الطرف الاول. غير الطرف الثاني ها هو كنحيدو الطرف الاول، كنشدوه وكنديرو عليه هكا، كنشدوه بالفنيتات الى نتوما المبتدئات، كنشدوه بالفنيتات هكا اي شحال هكا باش يتقبط لينا مزيان.
القريص اللي خاصي سميتو حكته شويه قاص. راه ندير واحد الفنيته هنايا باش تشد ليا مزيان. بلاتي مزيان وغادي نبداو نقطع ساهل بلا ما نحل غير هنايا. شوف بلاتي اجي هنا هنايا درنا 6 سنتيمتر. هنا راه كنديرو غير هانتوما غندير لكم الخط باش تعرفوا هذا الظهر. ها هو الخط، ها هو الخط. كنجيو حتى لهنايا هذا راه غير سنتيمتر ونص. كنديرو ليه هكا كنجيبوه لهنايا شتي هذا تيكون صغير. هانتوما غادي نقطعو دابا. دابا كنقطعوا الظهر لان دابا في الاول قطعنا القدام امام القدام ديال جابادور. دابا غادي نقطعوا الظهر ديالها. أيه. الظهر كيف ما قالت لكم راه القدام ها نتوما كتشوفوا راه كيكون مسدود ودابا حنايا كنقطعوا القدام تيكون محلول واللور كيكون مسدود. لا القدام ديال جابادور كيكون مسدود. ايه ها وهذا ديال الظهر زعما ديال الظهر ديال الظهر كيكون مسدود وديال الامام تيكون محلول محلول. ارجع اللور باش تشوفوها كيفاش كتقطع كلها كتجي واضحه. صافي نمشي نيشان نمشي نيشان صافي. هذه هي جابادور ديالنا سهله مهله. اللي بغى عنده شي طريه تاع الثوب هاد العواشر يتبرع على وليداتو. عاد واحد القضيه حيت دابا تبارك الله راه غاليين راه كنشريوهم ب 250 درهم وانت يمكن لك انها تطلع عليك غير بشي 50 درهم كاع تقريبا بين الثوب والقوام ديالها. على حسب الثوب على حسب الثوب يعني ويلا كان عندك كاع الثوب في المنزل ديالك شايط ليك من شي جلابه ولا راه تقدري انك يطلع عليك غير ب 25 درهم كاع ما بين القوام ما بين الخيط ما بين ومازال يشط لك تقضي به شحال من حاجه. هي دابا نحيد تنايت باش نوريكم دابا باش تفهموا. دابا حنا قطعنا الظهر غادي نحيدوا القدام. ها هي غتحيد الفنايت. هذا القدام ها هو ها هو القدام ها هو القدام غير عبرنا عليه القدام درناه غير باش خدينا العبارات ديالو. غادي ندير دابا غادي تحل اللور باش تشوفوا اللور كيفاش عاد غادي تفهموا. دابا هاي ها هو اللور ها هو اللور ها هو اللور ديال جابادور راه كيجي زعما الصراحه زوين. دابا غادي نديروا لكم بسم الله غادي نديرو هذا الكمام. الكمام غادي نبداو هذا الطول كافي ياك شويه طويل. المهم غادي معك صافي منين قلتي هكاك صافي حتى انا غندير السشفه بالك صافي طويله ندير السشفه. السشفه هادي هادي السشفه عرفتي. غادي نبداو هنايا حنا كنقطعو لكم وحنا كنقطعو غادي تفهمونا واش كنديرو. ضروري كتزيدو داك سنتيم على القياس اللي خديتو لان قياس الخياطه قياس انا كنخلي القياس الخياطه مع المقص لان كنعرف انايا تناخد العبار ديالي ولاني كنخلي القياس مع كيقولوا لك 100 تخميمه ولا ضربه بمقص 100 تخميمه وتخميمه ولا ضربه بمقص. بلاتي غادي ندير هكا بحال الشعر ملي كتقطعوا القصه وكتطلع لكم من الفوق الا ما شديتيش عبارة هكاك تماما جبتيها ولاصقه فهمتي. هاد الثوب شويه واقف تبارك الله هو تيجي زوين هو في اللباس كيجي طايح ولكن في الخياطه تبارك الله متين. بسم الله حنايا غادي نقطعوا هذا لكم تنحيدو هاد الحاشيه ديال الثوب وديما تنديرو الكران هنايا البنات اللي ما تعرفوش الوسط تنديرو الكران هنايا هنايا كنديرو الكران حتى هو تنديرو الكران دائما ديري الكران هنا باش تعرفي الوسط ديالك سميتو باش كتعرفو الوسط ديال الثوب. ها هو لكم دابا هما لكم يمات هانتوما راه صافي تكملناهم. هادي راه السشفه حيت بغيناهم يكونوا مجموعين. هادي السشفه باش تكون لكم مجموع هانتوما راه لكم كامل ومن بعد راه غادي ندير معكم الخياطه ديالها
من التفاصيل من الاول حتى للتالي. ها نتوما ورا مازال مازال شاطو الثوب، الا بغيتو نديرو بهم شويبات مرحبا، غادي نفصلو معكم الشكل ديال الجيب كيفاش كيجي. بلاتي نوريو دابا، غادي نوريكم جبادور واخا مفصله، غنوريها لكم بفوقها وتحتها. هذا هو التحت اللي فصلنا، ها نتوما غادي نشد معكم هكا باش تشوفوا كلشي الصراحه وتجيكم. وهنايا ها نتوما راه بالكميمات بالفوقي، راه زدت ليهم الفوقي من الفوق ها الكميمات. ها السفيفه باش غادي نخيطها، ها القيطان وها الخيط. انتظروا الفيديو ديال الخياطه ان شاء الله، غادي نصايبوها معكم.